الكونسيرت اللي تقدم الفرقة الروسية مسالا كوارتيت، اللي يعني كلمة مسالا يعني خليط البهارات في التاي الهندي، وبمعنى خليط الأنماط الموسيقية الغربية والشرقية والروسية طبعا، وموسيقى كلاسيكية والحديث متقدمة متعاصرة. واليوم هذه الفرقة ستعطي من خلال الموسيقى رؤيتهم عن ما يحدث في العالم، عن شعورهم شخصية ولكن هي مشتركة للجميع العالم. موسيقى الجاز موسيقى عالمية. هلا هذا جاز غير تقليدي، الجاز التقليدي اللي نحن بنعرفه كان بالولايات المتحدة الأمريكية اللي له جاز الأفريقي، هذا شيء. لكن هذا الجاز له سمة أخرى، إنه هو خلطة من فلسفات، من فلسفات هي العلاقة بالفلسفة الهندية على الفلسفة المشرقية على الفلسفة الروسية، كلها عم تعبر عنا بالموسيقى، عم تعبر عنا بهذا الجاز يلي هو مسمى بجاز روسي، لكن هو حقيقة جاز يؤديه روسيين مش جاز روسي، بمعنى أنه له هوية روسية.